في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا بنقول جانب خفي لكن ربما سلط عليه الضوء في المحاضرات والخطاب ربما بشكل أقل. نعم دكتور. اللي هو علاقة النبي صلى الله عليه وسلم ببناته. نعم دكتور. ولا سيما بنت زينب الكبرى. الكبرى. نعم. دكتور زينب الكبرى رضي الله عنها وأرضاه هي كبرى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. سميت بالكبرى للتمييز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجات اثنين، زينب بنت خزيمة، زينب بنت جحش، نعم للتمييز بينهم. زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ولدت للرسول عليه الصلاة والسلام زوجته خديجة قبل البعثة بعشر سنوات. نشأت في بيت الصادق الأمين. في بيت كانت تؤد فيه البنات. في بيت فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. في هذه الظروف ولدت السيدة زينب رضي الله عنها وارضها. كبرت السيدة زينب، أمها سيدنا خديجة تعلمت من أمها الوفاء والصبر والحب والتضحية. أمها سيدنا خديجة اللي عافت الملوك والأموال وذهبت في شعب أبي طالب حتى ماتت رضي الله عنها وارضها. الآن سيدنا زينب بلغت، جاء لخطبتها أبو العاص بن الربيع يصير ابن خالتها، ابن هالة بنت خويلد. فعندما تقدم قال له: يا محمد، جئت لخطبة ابنتك الكبرى زينب. الرسول عليه الصلاة في ذلك الوقت قال: حتى أستأذنها. هسه احنا بوقتها ما حد يستأذن، قبل 14 قرن. فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا زينب، إن ابن خالتك قد ذكر اسمك. شوف دكتور يعني الأدب، الحوار الأب مع بناته، دكتور اللطافة، هذا يدل على شلون الرسول كان معامل بناته. فتبسمت واحمر وجهها خجل، فعرف الرسول بأنها قد رضيت. زفت إلى أبو العاص بن ربيع ونشأت بينهم قصة حب كبيرة جدا. الربيع العاص بن الربيع كان تاجر يذهب بأموال قريش إلى بلاد الشام. في ليلة عرسها أهدت لها أمها سيدنا خديجة عقد، كانت يعني سيدنا خديجة معتزة به، فألبسته كهدية لزينب، وكان هذا العقد أهمية كبيرة في حياة سيدنا زينب. بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وكان أبو العاص بن الربيع في تجارته في بلاد الشام. اعتيادي كانت سيدنا زينب من أولى المسلمات أسلمت. فعندما عاد أبو العاص قالت: يا أبا العاص، أنبئك بخبر جميل، لقد أسلمت. يقول فتغير وجهه ثم ذهب ثم عاد، قال: هلا أخبرتيني؟ يعني ليش أسلمت يا أخبرتك؟ قالت: هو أبي وهو الأمين، وما كان أبي يكاب كاذب. قال: أنا لم أعيب على أباك، ولكن هذا دين أبائي، يعني أنا ما أقدر أسلم. قالت: قد أسلم صديقك أبو بكر وابن عمتك عثمان بن عفان وابن عمي كله، يعني أصدقاء علي، لماذا لا تسلم؟ يقول فسكت، قال: ما أترك ديني، ما أدري، كبرياء، عزة النفس. فبقت، كان في ذلك الزمن ماكو حكم يفرق بين المؤمن والكافر، المؤمن والكافر. نعم. فعاشت في بيته وهم بقى معاها وأحسن. نعم. أيضا أحسن إليها. الرسول كان دائما يقول: نعم الصهر أبو العاص، نعم الصهر، كان عنده مكارم الأخلاق. حتى الرسول يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، عند المروءة والشهامة. عاش في بيتها، معها عاشت في بيته وأنجبت منه علي وأمامة، إلى أن جاء الحد الفاصل الهجرة، يعني أما تذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أخواتها أو تبقى في بيتها مع زوجها. قال لها العاص، قال: هلا عذرتني وقدرتي؟ كلمتين، عذريني قدريني. قال: إن لم أعذر أنا فمن يعذر؟ عذرت 20 سنة دكتور، يعني يقال العهد المكي كله وبداية العهد المدني، يعني بدأت تأخذ الأعذار والأسباب 20 سنة تنتظره على أمل أن يسلم. كانت تحب حب كبير جدا تعلمته من أمها. الآن دكتور على معك، فذهبت لقالت: يا رسول الله، ابن عمي ما قدر أتركه، ابن خالتي. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بالبقاء، يعني خسرة الهجرة. فبقت في بيت، فارقت أخواتها، الآن هي وحيدة. فكانت علتها الوحيدة وسلواها تذهب إلى قبر أمها سبحان الله وتبكي، ما شاء الله أن تبكي، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم أبو العاص. الآن بدأت قريش، هذا هو ملمح في الحفاظ على البيت. نعم دكتور، يعني ما رادت. نعم. وأيضا من وفائها دكتور، الآن قريش بدأت تغتنم هذه الفرصة، فذهبت إلى أبو العاص وعرضت عليه، قالت: فارق بنت محمد، كما فعل عتبة وعتيب أبو لهب، فارق وطلقوا أم كلثوم ورقية، ونزوجك بأجمل نساء قريش. قال: لا والله، لا أفارق صاحبتي، المروءة مالته. قال: لا أفارق، كان يحبها حب كبير. الآن دكتور عاشوا ما شاء الله إلى أن أتت معركة بدر، غزوة بدر دكتور. السنة الثانية للهجرة. نعم السنة الثانية. الآن قريش بدأت تركز على أبو العاص، فذهب أخذوا أبو العاص معهم إلى المعركة. الآن هي في، إذا انتصر زوجها
هي حتتيتم. تتيتم. نعم دكتور. وإذا زوجها خسر حتترمل. إيه سبحان الله. وبدأ قلبها يخفق وبدأت بالبكاء إلى أن جاءت الأنباء بأن جيش الرسول عليه السلام قد انتصر وأن زوجها أبو العاص قد أسر. الآن هدأت نفسيتها لأنه تعرف أن الرسول عليه السلام لا يؤذي. رحيم عليه السلام. الآن الرسول عليه السلام عنده شرطين. أما ذم الأسرة أما يعلمون المسلمين أو الفداء. فداء. فقامت زينب الذكية بعمل رسالة شفرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسترحم الأب الرحيم. تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قلبه تذكره بالأيام الخوالي. هي أداة أموال. نعم. اختيارها ذكي كان. نعم دكتور هي تقدر تدفع أموال. صحيح. فقامت ببعث بصرة مع أخو أبو العاص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. صرة هي هاي السر. الآن دخل المشركون كل واحد يقدم الفداء إلى أن دخل أخو أبو العاص. فقال يا رسول الله هذا فداء أبو العاص ففتح الصرة المسلمون الآن ينظرون الرسول الرسول تغير نبرة صوته تغيرت فبدأ عليه السلام بالبكاء فأخرج العقد دكتور هي هذا العقد كان مو غالي الثمن رخيص يعني ولكن غالي في الذكريات فتذكر رائحة خديجة وابنته الكبرى هذه الذكريات العادة للرسول صلى الله عليه وسلم حب القديم لخديجة واللي ما زال إلى أن عليه السلام وفاه الأجل فأخرج العقد فتذكر شفت دكتور نجحت بإيصال الرسالة واسترحمت قلب والدها الرحيم يعني هي ما خاطبت الآن النبي خاطبت الأب الرحيم فقال التفت إلى المسلمين قال هذا عقد خديجة أهدتها إلى زينب يعني ليلة عرسها إن شئتم يعني دكتور هو النبي يقدر راجعه إن شئتم ردوا عليها عقدها وأطلقوا سراح زوجها يعني يستعطف من المسلمين فالمسلمين يعني شافوا حتى نبرة قال يا رسول نرد عليها عقدها ونطلق سراح مريد من عنده فداء فأتي بأبي العاص فقال يا أبا العاص احنا حنطلق سراحك وهذا العقد ترجع لزينب على شرط ترجع لنا زينب تبعثها لأن الله قد فرق بين المؤمن الله سبحانه وتعالى يجمع بين المؤمن والكافر نزل الحكم ويعرف أن أبو العاص يوفي بوعده الآن رجع أبو العاص إلى قريش فرجع إلى زينب وكان ورجع لها العقد فقال لها يا زينب احزمي أمتعتك والد النبي عليه السلام يريدك فترجع لوالدها تعوف قال هاي قد فرق الإسلام بيننا قالت هلا أسلمت قال لا عم يصير وحدة بوحدة سبحان الله الآن أبو العاص قلبه ما يطاع بأنه يرجع زينب لوالدها فقامت هذه المهمة على عاتق أخوه فهي الغلطة اللي غلطها أبو العاص في وضح النهار أرسل زينب ركبت على البعير وكان معها أمامة وعلي وكانت حامل ففي وضح النهار قريش قلوبها تغلي نار لأنه طالعين من خسارة معركة نعم فالآن بدأ أحد المشركين قام فأخذ البعير فسقطت زينب فأخذها النزيف فرجعها أبو العاص إلى أن شفيت فسرا أرجعها إلى والدها الآن التمت شمل الأسرة رقية أم كلثوم فاطمة ولكنها بقت على أمل أن يعود أبو العاص هذه طبعا هي 4 سنين الآن هي في المدينة في السنة السادسة من الهجرة بينما هي تبكي وتدعو الله سبحانه وتعالى ما تشوف إلا تصور عليها الدار أبو العاص من هذا؟ قالت يا أبو العاص أسلمت؟ قال لا أجيريني سبحان الله دكتور هذه الكلمة اللي قالها هلا قدرتي لحد الآن ده تدفع تقدير قالت يا أبو العاص هلا أسلم؟ قال لا قالها إحنا بعثة الرسول كان عنده سرية شلون عندنا على الحدود أصادروا أمواله فهو انهزم وين جاد خلصة المدينة استجار ما صايرة بأنهم رية جير رجل صحيح قام بلال بالأذان الفجر فدخل المسجد فالرسول صلى الله عليه وسلم يكبر لصلاة الفجر فقامت زينب شجاعة تخيل يعني بالمسجد قال قد أجرت أبو العاص الآن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله ما عندي عنه بعد الصلاة قال قد أجرت من أجارة زينب فدخل على أبو العاص قال قد أجرناك ردوا عليه أمواله ردوا عليه أمواله الآن دكتور أبو العاص رجع لمكة رجع الأموال إلى قريش بعد ما قال هل عندكم شيء أمانة عندي قالوا لا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم عاد إلى مكة في السنة السابعة في السنة الثامنة ماتت سيدتنا زينب بنت الرسول عليه السلام من أثر تلك السقطة النزيف بقت مريضة الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي على زينب الكبرى فوقف على باب الغرفة اللي يغسل بها زينب فقال غسلنها وترا ثلاثا أو خمس وعندما تكمن أبلغني فقال الرسول أكمن فنزع عليه السلام رداءه فقال كفنوها في ردائي عليه السلام ونزل في قبرها وبكى دعا الله لأنها زينب كانت ضعيفة فدعا الله سبحانه وتعالى ثم خرج دكتور هنا القصة هلا عذرتي دكتور عذرت 20 سنة وهي تعذر نعم وتوفي بعدها في السنة 12 وخلفت بعد ثم دكتور بعدها مات ابنها علي أيضا توفي وبعدها أمامة رضي الله عنها وأرضاها قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتربيتها وكانت خلف سيدنا زينب رضي الله عنها